صباح الخير مشاهدينا وتحية كبيرة لكم. مثل كل نهار تاني بدنا نتمنى لكم أسبوع مثمر ونشيط وكله تحديات إيجابية. منتابع حلقة ام تي في الايف لليوم مع فقرة إتسمارت ومعنا اختصاصية التغذية رندا فهد. عنا اليوم أكيد سؤال المشاهدين اللي رح نجاوب عنه، عنا خبرية اليوم ورح نحكي عن مرض هاشيموتو وكمان علاقته بالتغذية أو يمكن كيف ممكن نكون عم نعمل وقاية بالتغذية. صباح الخير. صباح النور لورا، كيفك؟ كثير ماشي الحال. مثل ما قلنا بداية جديدة، أسبوع جديد، دايما بدنا نكون بوزيتيف. أكيد خلينا نبلش بسؤال المشاهدين، عن شو اليوم؟ على الأكيد رح بلش أذكر المشاهدين أنه دايما فيهم يتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF، بتحطوا لايك وهيك بتكونوا عم بتابعوني. بليز أسئلتكم بس هيك نوت صغيرة، ما تكون فويس نوت، خليها تكون مكتوبة وأنا دايما عم جاوب عليها. سؤال كثير مهضوم، انه شخص عم يعمل رجيم بده يضعف، بده يقرا الملصقات الغذائيه، شو بده يطلع؟ السؤال بتطلع كم وحده حراريه فيه وعلى اساس الوحدات الحراريه بيشتغل، ولا بيشتغل على اساس قديش في بروتينات او قديش في نشويات دهنيات او على اساس قديش في معادن وفيتامينز؟ طيب الجواب هو انه نحن دائما بهمنا بالاكل انه الاكل تكون صحيه، يكون فيها معادن وفيتامينز مضبوطة وكمية كافية منها، هاي واحد. رقم اثنين، نحن بهمنا يكون فيها الاعتدال بين البروتينات، النشويات وكمان الدهنيات الجيدة. ولكن بحيال الرجيم نحن عم نعمله لازم أهم شيء نقرأ الوحدات الحرارية. يعني حتى نحن لو عم نعمل رجيم هو خفيف لنقول الدهنيات، طيب يمكن يكون عالي بالبروتينات والنشويات، وبالنتيجة يكون في وحدات حرارية عالية، هيدا الجسم رح يطلع عليها. إذا أنا عم بعمل رجيم قليل بالنشويات و هوليك عاليين، بالنتيجة إذا أكلت أنا كمية عالية جسمي ما رح يتجاوب ويضعف. فإذا بالحقيقة إذا أنا بدي أعمل رجيم كتير مهم بالآخر، لو شو ما بدي أطلعه كله مهم، بس بدي أنتبه على الوحدات الحرارية والكمية اللي أنا عم بخدها تكون الكمية المضبوطة لساعدنا نزل وزن. على كل حال يعني قراءة الملصقات الغذائية هيدا بدها لوحدة حلقة لأنه كتير دقيقة، ويعني حتى لو قد ما نتعلم عنها بضل في إشي يمكن ما بنفهمها لأنه منا متخصصين نحن. 100%. شو خبرية اليوم؟ خبرية اليوم عن فيتامين بي 7، العالم ما كتير تحكي عنه، هو البيوتين. حبيت احكي عنه لانه دائما عندنا مشاكلنا اللي هي بتكون مع البشره، مشاكلنا مع تساقط الشعر خصوصا بهالوقت الضفير، وخصوصا بالبشره اللي اوقات بصير فيها نشاف، اوقات بصير فيها مثل جروحات معينه اللي هي ما بتلتئم الى اخره، وبيجي هون دور البيوتين لهالشيء. فاذا هالبيوتين هو مثل ما قلنا اتس فيتامين، وهذا الفيتامين نحن بنقدر ناخذه الأكل، ولكن كمان هالفيتامين هو بيدوب بالمي. الفيتامينز اللي بيدوبوا بالمي يعني انت في مجبوره تكوني عم تاخذيهم يوميا، لانه هن بيدوبوا بيظهروا من الجسم خلص بيومي ويوم ويوم. مشان هيك هون رح يكون عندنا اكل هو بيحتوي البيوتين، نحن حاجتنا منا كثير كبيره، مشان هيك نحن فينا نوفر البيوتين من خلال الاكل، مش ضروري نكون عم ناخذ سبلمنت الا اذا في حاجات معينه. هلا وين موجود البيوتين؟ من اهم المصادر البيوتين هو البيض، ولكن هو صفار البيض. فالاشخاص اللي بياخذوا البياض ما بياخذوا الصفار، روحوا عليهم البيوتين. شغله ثانيه بالبيض، اذا انتم بتاكلوا البيض ني، ما بعرف اذا بعد في اشخاص بياكلوا البيض ني بحسوا انه هو صح اكثر، بركي هو ابدا مش مزبوط هالشيء. اولا بنخاف من السلمونيلا بانه نتناول البيض اللي هو منه مستوي، وثانيا وقت يكون البيض ني في عندنا ماده الافيدن اللي هي بتمتزج مع البيوتين، والبيوتين ما بيعود متوفر للجسم. فاذا بدنا نكون عم نطبخ البيضة كثير منيح. من الاشياء اللي بتحتوي البيوتين هو اللوز، بالفواكه هي الموزه، كمان بدي الفت النظر، السبانخ بالخضره، فالبيض مع السبانخ طبخه بيكون كثير لذيذ للبيوتين. ومن الاشياء كمان اللي بتحتوي البيوتين هو العدس، واللي كثير كثير في بيوتين هو قصبه الدجاج. فهون اذا شخص عم ياكل اكل متنوع هدول موجود فيهم البيوتين، اذا بده ياكل اكل نباتي ساعتها بده يتجه للاشياء اللي نحن قلنا النباتيه. ولكن مثل ما بقول لكم بيوتين ماده كثير كثير مهمه للاشياء اللي حكيناها، ولكن كمان للكبد. فاذا التنوع
ولا وجودها باكلنا كثير مهم. هلا سبلمنتس في عالم بيحتاجوا ياخذوها بالسبلمنت، هي موجوده بالسبلمنتس او بالمتممات الغذائيه اللي هي بتساعد كرمال الضفير والشعر والبشره، بس هل هو في مشكل اذا اخذنا كثير منها؟ اجمالا لا، ولكن اوقات اذا حدا عم يعمل فحوصات معينه مثل فحوصات الغده اللي بدنا نحكي عنها هلا، وهو بيتناول سبلمنت بايتين، معقول تغير له بالفحوصاته، يعني نتائج الفحوصات بالمختبر تتغير، فبده حتى لو كان علاج يعني محدد يمكن على مده شهر بس بالمالتي فيتامينز كمان ممكن ياثر على اذا كان الفحوصات. نعم، اذا كان كميه البايوتين عاليه، يعني اذا عم ياخذ بالتحديد بايتين. نحن بنعرف انه كثير، يعني اذا بدنا نقول بين هلالين درجه مثل هالايام ناخذ سبلمنتس للشعر وللضفير اكيد بيكون فيهم بايوتين، نحن ممكن نكون عم نستغني عنهم بهالمأكولات كلها، ولا يحبذ للاشخاص اللي عن جد عم بيعانوا من مشاكل بضفيرهم وبشعرهم وبكل هالاشياء اللي ذكرناها يكونوا عم ياخذوا سبلمنتس؟ بالحقيقه لورا، هو الاكل دائما هو في وفرنا اللي نحن بحاجه له، بس عندي كثير اشخاص لسبب او لاخر من وراء ادويه معينه، وقت واحد يكبر بالعمر من مشاكل معينه خصوصا مشاكل المصران، جسمه ما بيقدر يكون عم يمتص هولي الفيتامينز اما المعادن. بهالحالات ساعتها مش غلط انه يكون عم يعمل كيور، ومثل ما قلتي بكون عم ياكل مزبوط وعم يعمل كل شيء بالطريقه المزبوطه وبعده عم يعاني من تساقط الشعر، اما شعر بيبقى هيك خفيف، اما مشاكل بالبشره، اما بالضفير، ساعتها مش غلط يعمل كيور ويكون عم ياخذ سبلمنتس. بدنا نحكي شوي عن هاشيموتو يلي هو مرض التهاب الغدة الدرقية اللي بيصيب أشخاص معينين، إجمالا بيكونوا شوي كبار بالعمر بالمبدأ، يعني ما بيجي على عمر صغير بحالات إلا بحالات استثنائية. هل ممكن التغذية تكون عم تفيد للوقاية وكمان للعلاج؟ هلا هاشيموتو رح خبر شوي عنه، هيدا من الامراض اللي هو جهاز المناعه هو اللي بيضرب حاله بالجسم، بنقول له اوتو اميون، فاذا هون وهون بيكون جهاز المناعه عم يضرب هيدي الغده الدرقيه، اللي بيصير انه وقت يكون عم يضربها او عم يحسها انه هي مثل كانه عنصر غريب عن الجسم، ساعتها شو رح يتاثر؟ رح يتاثروا هالهرمونات تبعوا هالغده اللي كلكم بتعرفوا وقت تعملوا فحص الدم بتشوفوا تي 3 والتي 4 اللي بتفحصون لازم يكونوا هن مرجلجين وما بعودوا مرجلجين ابدا. هلا هالشيء مثل ما قلتي معظم الاوقات يصيب الاشخاص هن بعد عمر معين، بعد عمر ال 35، اكثر شيء بين 45 وال 65 بننتبه انه بصير اشخاص ممكن يصير معهم هاشيموتو. كمان اذا بتشوفي انه النساء معرضين لكثير كثير اكثر انه يصيبهم الهاشيموتو من الرجال. هلا شو بيحس الشخص؟ رح يحس بارهاق، رح يحس حتى اوقات صوته تغير، كنا عم نحكي على الضفير بحس انه يه عم ينكسروا، عم محلهم الى اخره، ففي كثير هون عوامل، مشاكل بالنوم، عوامل عده بتصير، بده واحد يعمل يروح يعمل فحص دم ليشوف، وفحوصات الدم دائما بنعملها ويمكن يكون عندنا مشكله الهاشيموتو. هلا هاشيموتو شو كيف علاجها؟ هون العلاج طبعا علاج بالادويه لورا، هيدا مرض في عنا علاجه بالادويه، متابعه من طبيب، من طبيب هيدا تنكون متفقين بالبدايه 100%، وهو الطبيب رح يعطي الدواء، وقتها واحد ياخذ الدواء مثل ما عنده مشكل الغده اللي بياخذ له الدواء خلص بيكون هالشيء عم بيساعد كثير، ولكن تبين انه نحن حتى نخفف من وطئته، فاذا مش نحن باكل معين، لانه كنت عم تسالي هالسؤال هل انا باكل معين ما باكل معين ما بيصير معي هاشيموتو؟ لا، هيدا اوكي هو يعني ممكن المأكولات يلي بتساعد المناعة تكون عم تمنعه أو لا؟ كتير كتير مهم هيدي الجملة، هو لا ما بتكون عم تمنعه، ولكن نحن كيف فينا نعمل حتى نتعايش معه غير الدواء اللي عم ناخده؟ لأنه أوقات بيكون واحد عم ياخد الدواء وبعد العوارض موجودة، بعده مش مرتاح، فإذا هون بدنا نكون عم ناخد دواء، بدنا نكون عم نعيش حياة صحية لا ومركزة بالإجمال، حياة صحية يعني ابتعاد عن الكحول، التدخين، ننتبه على القهوة هون، الرياضة قديش مهمة، هول اللي بنحكي عنهم دايما، وبعدين بيجي عنا أكيد في عنا أكل هو رح يساعد. هلا أول شيء سألتيني على الأكل اللي هو أكل لجهاز المناعة، خلينا نفوت بالتفاصيل من بعد هذه الوقفة السريعة على الأكل.
منتابع حديثنا مع رندا فهد عن مرض الهاشيموتو. كنا عم نحكي عن محاربته المناعة بالجسم وعن المأكولات. مزبوط. فإذا هو قلنا هو أوتو إميون، يعني جهاز مناعة هو اللي عم يحاربه، هو اللي عم يحاربه. فنحن هون في عنا مأكولات اللي هي رح تساعد كمان شوي إنه يكون الجسم مرتاح، هو عم ياخد الأدوية كمان يكون عم يريحه. فعم نحكي على أكيد دايما الأكل اللي هو ضد الالتهابات، دايما دايما بنحكي عنه، الأكل اللي بيتضمن الخضرة، بيتضمن الفواكه، البقوليات، البهارات اللي نحن بنحطها، بنحكي دايما على الكركم، بنحكي دايما على الزنجبيل إلى آخره، الأسماك، الدهنيات الجيدة، البذور، هول كلهم اللي مرة على مرة دايما عم نقول لكم عنهم، هو الأكلات الصحية اللي هي أكلات بتساعد جهاز المناعة. فهيدا كله كتير منيح، ومنيح إنه واحد يكون عم يتناولون، ولكن بنفس الوقت بتسمعوا كتير إذا أنتم معكم هاشيموتو، رح تسمعوا أما تقروا إنه الأكل لازم يكون عم تاكلوا أكل بلا جلوتين، هل هالشي مزبوط أم لا؟ أكل بدون لاكتوز هل هالشي صح أم لا؟ الأكل اللي بنبتعد فيه على شيء اسمه نايت شيز، هلا رح نحكي شو هني. رح آخذ أول إيه أم لا، اللي هو الأكل اللي هو بلا جلوتين. بينت دراسات انعملت لفئة معينة، يعني دائما دراسات هول ما عم يكون كبيرة، هون أخذوا تقريبا 400 امرأة هن عندهم مشكلة الهاشيموتو وكانوا عم يتداووا، وهول الأشخاص انعطوا الرجيم اللي هو رجيم بدون جلوتين، وتبين إنه تقريبا أكثر من 70% منهم كان عندهم تحسن بجسمهم، كان عندهم نشاط أكثر، كان تجاوبهم أسرع. هل هالشي بيعني إنه نحن لازم ناخذ أكل بدون جلوتين؟ لا. لكن خليني نبهكم وين الإيه وين لا. أول شغلة إنه عندنا كتير أشخاص هني بيكون عندهم مشكلة سيلياك، ويتزامن هالشي مع مرض الهاشيموتو. فإذا أنتوا عندكم مشكلة الهاشيموتو، بليز فحصوا إذا عندكم سيلياك ديزيز أما لا، يمكن ما يكون في عوارض، ما ولكن يكون عارفين مزبوط بتصير. نعم، فهوني خلينا نعمل هالفحص لأنه فيهم يتزامنوا مع بعضهم. فإذا نحن إذا عندنا مشكلة سيلياك أكيد بدنا نشيل الجلوتين من أكلنا. نعم. أشخاص تانيين هن ما بيطلع عندهم مشكلة السيلياك، فإذا هن ما عندهم حساسية ولكن عندهم شيء اسمه إنتولرنس، عدم قدرة على تحمل الجلوتين. طيب هالإنتولرنس كيف فينا نعمل؟ نحن فينا نجرب على فترة معينة، إذا شلنا الجلوتين من أكلنا أكيد مع أخصائية التغذية، لأنه بليز بليز ما بدنا نضلنا نشيل أكل من أكلاتنا اللي نحن بناكلها وبنصير ناكل أقل وأقل وناكل فئة معينة بس. فبليز هيدا كله بتكون تكونوا عم تحكوا معنا، عم تجوا لعنا على العيادات لنكون عم نشتغل بهالأشياء. فإذا ساعتها هون نحن بنشيل الجلوتين، إذا حسينا في تحسن بيكون عندنا مشكلة جلوتين، إذا حسينا لا ما أثر نرجع نفوت الجلوتين، بيكون هالشخص ما عنده مشكلة مع الجلوتين. كمان كنت عم أقول لك إنه في دراسات انعملت وبينت إنه أخذوا عينة، بعتقد هون أخذوا تقريبا 83 امرأة وكمان عندهم مشكلة هاشيموتو، وتبين إنه 75% منهم كان عندهم لاكتوز انتولرنس. ثائبت ولا هو ممكن يكون عم بيسبب هالديزيز؟ هلا ثائبت اما لا، هيدي عينه كثير صغيره لورا وما فينا نجزم من وراها تعميم، ولكن كمان فينا نجرب هون. فهول الاشخاص فيهم يجربوا، فيهم يضلوا عم ياكلوا جلوتين مزبوط اذا ما عندهم مشكله بالجلوتين، يجربوا قضيه اللاكتوز، فيهم ساعتها ياخذوا الاكل اللي هو بدون لاكتوز، كمان اخصائي التغذيه بدها تكون عم تساعد هون ويشوفوا اذا هن جسمهم تجاوب بطريقه ايجابيه اكثر، ساعتها بيقدروا يعيشوا وياكلوا اكلهم بدون اللاكتوز. فهول الشغلتين مش لانه معي هاشيموتو بدي شيلهم تلقائيا وصير عم عيش بإشي عم باكل مش عارف شو عم باكل، بصير في خبصه بالجسم، لا، كله بدنا نعرف اذا على الاكيد عندنا اياها المشكله اما لا ونمشي على اساسها. بيجي عندنا كمان مشاكل اللي هن بنقول لهم المأكولات بالنيوتريشن بنقول لهم كروسيفيروس، يعني الملفوف والقرنبيط والبروكولي وهيك هول والصويا، هل هن اصلا هول بيعملوا مشكله الجويتر، مشاكل بالغده، هل بدي الغيهم؟ اكيد لا ما بنلغيهم، على كل حال اذا نحن طبخناهم هالمشكله اللي هو بيعلي بيعمل مشاكل بالغده رح يكون عم يخف كثير، واذا اكلناهم باعتدال ما رح يكون
تكون عندنا مشكله، مهم نحن ما ناخذهم كسبلمنت. سبلمنت الصويا، متمم غذائي بالصويا، اكل كل اكله حليب الصويا والتمبي والتوفو، يعني يكون نهاري بس. انا مع انه هن فئه صغيره من الماكولات، ما بتنصحوا بهيدي الحاله انه يكونوا عم ينلغوا؟ لانه بما انه هن ممكن يكون عندهم هالتاثير. دائما لورا قضيه اللغي، وانا حكي عنها قبل وبرجع بحكي عنها، بامراض معينه مثل هيدي اوقات عم تسبب كثير مشاكل، اشخاص عم يلغوا كثير من اكلاتهم، عم يصير في قله تغذيه، مشان هيك عم خاف منها ودائما عم نبه عليها، ما بنلغي الا اذا تاكدنا انه عمل مشكل. وبهالحاله على كل حال هي بس عليهم يخففوا ياكلوا طبيعي. اليوم اكلنا سلطه ملفوف، بكره سلطه خس، بعدين تبوله، بعدين فتوش، خلصت. يعني يعني هالقد بتكون مثل كل شيء بالدنيا يكون عم ناخذهم باعتدال. مظبوط. نعم مظبوط. لكن هول هن المأكولات بالمبدا يلي بدنا نكون عم ننتبه منهم بحال الاصابه بمرض الهاشيموتو. قلنا انه ما في ولا مأكولات اذا بدنا نقول هي بتعمل وقايه، لانه اصلا ما حدا رح يفكر انه ممكن يكون مزبوط يصير معه. ونحن عم ناكل الاكل الصحي صحي. اذا يمكن عندي وقت بعد عندنا في عندنا مأكولات اللي هي بنقول لها نايت شيز، مثل اوكي البطاطا البندوره. نعم. والباذنجان كمان نحن هول بدنا ناكلهم ولكن باعتدال. شكرا كثير لك رندا فهد. مشاهدينا من بعد الفاصل بنكون مع فقره هابينينج، انطرونا.